طيب نشوف كمان استعداد الإخوة في السودان لمباراة الأهلي والهلال. الصحافة السودانية كتبت عن إيه خلال الساعات القليلة الماضية بالنسبة للمباراة؟ جاهزية فريق الهلال أيضا، هل هناك غيابات؟ الصحافة كيف ركزت أو كتبت إيه عن هذه المباراة؟ معايا على التليفون الأستاذ محمد فضل الناقد الرياضي بصحيفة الجوهرة الرياضية السودانية. أستاذ محمد مساء الخير عليك، وسعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي. مساء النور محمد، التحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الأهلي ولبرنامج الليل، وأنا سعيد أن أطلع على يمكن هذه الإطلالة ونحن نتحدث عن ديربي كبير جدا من الشقة الهلال والأهلي المصري. إحنا سعداء بوجودك معنا عبر الهاتف وعبر التليفون، وكل الإخوة في السودان بنتمنى لهم يا رب التوفيق في تنظيم هذه المباراة بشكل طيب، تعبر عن الروح الرياضية والعلاقة الطيبة بين جماهير الفريقين والعلاقات الطيبة على المستوى الشعبي كمان بين الجماهير المصرية والجماهير السودانية. لكن قول لي الصحافة اتكلمت عن ايه؟ صحيفة الجوهرة الرياضية متخصصة في الأحداث الرياضية، المنشتات، الكلام عن هذه المباراة كان في إطار ايه؟ أكيد يمكن يعني المباراة كبيرة جدا، يعني ليست مباراة عادية، مباراة استثنائية لطيفة وعلاقة يمكن الفريقين والهلال والأهلي يمكن يعني علاقة كبيرة جدا وتاريخ بار في الجذور، يمكن المشاركات الإفريقية في كل بطولات الكأس الاتحاد الأفريقي إذا كانت الأبطال أو الكونفدرالية، يمكن يعني كل التجهيزات على قدم الوثائق يمكن هذه المعايشة هذه المباراة الكبيرة جدا والاستثنائية التي تأتي يمكن يعني في إطار تنافس، ولكن يبقى هو لقاء ديربي النيل المعروف الإثارة المتعة المنتظرة ما بين الفريقين الهلال والأهلي. يمكن التغطية مستمرة يمكن يعني لقيمة هذه المباراة، يمكن الإعلام المصري والسوداني يمكن يعني فتح مساحات كبيرة جدا للحديث عن هذه المباراة، جوانب تاريخية وآنية أيضا، جوانب أخرى في إطار هذه المباراة، بالتالي الكل يرتبط هذه المباراة بشغف وانتظار كبير إن شاء الله مساء السبت المقبل. تمام، الأجواء الجماهيرية والأجواء اللي صاحبت هذه المباراة خلال ال 48 ساعة وال 72 ساعة الماضية، وبعض الخارجين عن النص واللي حاولوا يثيروا يعني للأسف بعض الأمور السلبية أو يعملوا للأسف أمور سلبية في أمور متعلقة بهذه المباراة والأجواء المحيطة بهذه المباراة. الإخوة في السودان نبذوا هذا التصرف، وكان هناك موقف طيب جدا من المسؤولين في نادي الهلال ونادي والجماهير السودانية، وأيضا كمان المستوى الرسمي في السودان، وأيضا كمان نفس الأمر هنا في مصر خلال الفترة الأخيرة. تعليقك على هذا الموضوع، وده شيء طيب إن ده اللي بيدل على حرص المسؤولين في مصر والسودان على أنها مباراة في النهاية مباراة كرة قدم، الفائز عربي في النهاية، ومن سيتأهل أكيد سيكون هو الجدير بالتواجد في دور الثمانية. أكيد يمكن عن الفائز إذا كان انتصر الهلال أو انتصر الأهلي، وانتصار يمكن لوادي النيل والشقاء بين البلدين، الوقت يبقى يمكن النزال داخل الميدان هو بعيد عن كل هذه الحسابات، الجدير هو من يكسب في الميدان، لكن الجمهور حلاوة هذه المواجهات يمكن يعني قيمة هذه المباراة وأهمية الظروف الاجتماعية طبعا وصاحبتها بعد يمكن يعني بعض النشاز، والنشاط موجود في كل مجتمع ليس فقط يمكن يعني هنا او هناك، لكن الكل معروف ان الجمهور السوداني هو مثال لدرجه كبير جدا، اذا نظرنا في التاريخ يعني مشاركات الانديه السودانيه والمنتخبات يمكن في خلال الفترات الماضيه لم تحدث بادر يمكن يعني التفلتات من قبل الجمهوريه، بعض الصوات النشاز لكن جمهور الهلال هو مثالي سوف يكون بالشكل المطلوب في تلك المباراه، والتشجيع في اطار يمكن الروح الرياضيه ليس يعني خارج عن كل تلك الاشياء، بالتالي يعني يبدا هناك جمهور تنافس وامر عادي جدا، لكن لا يتعدى حدود الميدان وتشجيع من اجل نصر كل فريق للاخر، بالتالي هي اشياء عاديه ولكن لن تاثر بصوره كبيره جدا على هذه المباراه، الجمهور الاسلامي مثل ما ذكرت تعرف وانت ايضا يعني هو لا يلجا ابدا مهما كانت الظروف يمكن لهذه الاشياء. النهارده كان في اجتماع مهم جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ مع اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال، وتم الاتفاق على بعض الخطوط العريضه المتعلقه بالمباراه، والكابتن سيد النهارده زار الملعب بعد موافقه نادي الهلال على زياره مسؤول الاهلي لتفقد ارضيه الملعب. هذا الاجتماع وهذه الاخبار يعني في السودان اكيد كيف رصدتوها؟ اكيد يمكن يعني هو اللقاء يعني لم يخص الصالة الرسمية، هو لقاء ودي ما بين يمكن رئيسين او لناديين كبيرين جدا في
البلدين في القاره الافريقيه والحديث دائما ضرب في يمكن اللقاء التاريخي ما بين البلدين، اسوه التعاون في المستقبل القريب ما بين الهلال والاهلي في يعني في جانب الاداره وتعلم الخبرات هنا وهناك، كذلك ايضا يمكن يعني الحديث ايضا عن تلك المباراه الشهيره يمكن الخطيبة التي يعني يزور هذا السودان هذه المره هو اداري من قبل كان يمكن يعني في تلك المباراه واجهه الاهلي يعني كان ربما قد تكون يعني في بال مشواره الكره وبالتالي ذكريات يعني مرت وتم تداولها هذا التعريف بعض الشيء عن تجهيزات الهلال للمباراه ويمكن بعض الاستشارات التي يعني مفاهيم مغلوطه تم توضيحها يمكن للخطيب لان كل شيء يصير ما يرام في تجهيز المباراه والخروج بشكل مثالي يرقى بقيمه علاقه الفريقين والبلدين. وجود الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه ده حاجه بالتاكيد بتدي كمان للمباراه شعبيه وجماهيريه وقيمه كبيره جدا، لان كمان الكابتن الخطيب له شعبيه كبيره في السودان، ومثل هذه الاحداث الرياضيه تبقى فرصه طيبه لتلاقي الرموز ونجوم الكره سواء في السودان او مصر. والهلال سبق كان اكتر من لاعب كان موجود حتى واحترف في النادي الاهلي خلال فترات سابقه. اكيد يمكن يعني هذا ما ذكرته بالضبط، يمكن يعني هذه المباراه ليست تنافسيه فقط في الميدان لكن لديها جوانب اخرى يمكن اخويه تعاون وديات يمكن يعني وعلاقات وثيقه ما بين البلدين وبين يعني الناديين الهلال والبرج، بالتالي زياره الخطيب يمكن يعني لديها اثر كبير جدا يؤكد اهميه المباراه بالنسبه للاهلي، كذلك ايضا تقدير للهلال السوداني ياتي يمكن يعني الخطيب يمكن يعني عن طريق الكره المصريه واحد من العباقره والاساطير خاصه في النادي الاهلي وعدد من اللاعبين الاخرى، وكان ايضا شيء جميل جدا كما يعني كاردينال كان حاضرا في يمكن القاهره الاولى ظروفها كان حاضر في ورث ملعب السلام، وبالتالي هذا في اطار الانديه الكبيره مثل الهلال والاهلي دائما مع الادارات تلجأ مثل هذه الاشياء يؤكد يمكن يعني الاحترافيه بالتعامل مع كل مباراه حقها اهميتها، وبالتالي هذا ايضا جانب كبير جدا وايجابي للفريقين وللناديين الكبيرين. محمد انت كنت موجود في مباراه الاهلي والهلال في استاد السلام، كنت موجود ومبعوث من صحيفه الجوهره وموفد من صحيفه الجوهره الرياضية إلى مصر لحضور هذه المباراة وتخطيط هذه المباراة، وهتكون موجود في الملعب يوم السبت القادم. مباراة السبت حضور جماهيري كبير، هيبقى عدد التذاكر المتاحة قد إيه؟ ولو تعقد لمقارنة مشهد يوم مباراة الأهلي والهلال في القاهرة بنفس الحضور الجماهيري هيبقى في السودان يوم السبت ولا الحضور الجماهيري هيبقى أكبر؟ لا هو يعني هو أصلا يعني مبدأ المعامل بالمثل يعني يمكن يعني مثل ما يمكن يعني استضافه يعني اداره النادي الاهلي بصدر رحب يمكن الجاليه السودانيه والجمهور الهلال الذي سافر يمكن لثلاث ليالي بالبر من اوكره الهلال وصول لمغادره اللاعبين في تلك المباراه ثم حضور يمكن فتح الابواب لمشاهده مغادره الفريق الان يمكن يعني الاتحاد والهلال خصص اكثر من 500 تذكره ل الجماهير الاهلاويه وللمصريين اخواتنا المتواجدين معنا يتعايشون معنا في حياتنا اليوميه في السودان لمواجهه يمكن حق مشروع لكل الانديه استثار علاقه بين الناديين، بالتالي الجمهور سوف يتواجد ايضا الجمهور الاهلي سوف ايضا يتواجد سيد مكان المخصص له لمتابعه مواجهه فريقه. محمد انا بشكرك ورساله اخيره للاعلام وليك في السودان ولكل الزملاء، عليكم دور كبير جدا خلال ال 48 ساعة اللي جاية عشان تهدئة الأجواء، يعني كمان توعوا الجماهير قبل هذه المباراة الكبيرة اللي في النهاية عايزين تخرج أو عايزين المباراة تخرج في إطار الروح الرياضية. أكيد يمكن يعني على كل يعني صحفي أو إعلامي في كلا البلدين يدرس قيمة الرسالة التي يقدمها، يجب أن يتثبت من الأخبار لأن الكلمة تخرج ولا تعود، بالتالي يجب أن يتيقن مدى يمكن يعني الدلالة السلبية التي يمكن أن توفر بها التمعن والتمهل أكيد يمكن يعني في إطار مصلحة الفريقين مصلحة البلدين، بالتالي الإعلام دوره في يمكن الخروج بهذه المباراة بالشكل الجيد، نحن يعني بعض الأشواط النشاط هي موجودة في كل شيء لكن يجب أن لا يمكن نتعدى حدود يمكن الزمالة و البلدين الشقيقين ان شاء الله والدور كبير جدا منظمهم في تقديم صوره مثاليه للبلدين وللناديين في كل مؤسسه اذا كانت في مصر او في السودان. الاستاذ محمد فضل خليل الناقد الرياضي بصحيفه الجوهره الرياضيه السودانيه الاكثر انتشارا واهميه في السودان، بشكرك شكرا جزيلا.